بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد عدنا إلى هذه الحلقة وتوقفنا مع الشيخ الشادي العزعوزي فيما يتعلق بأنواع العبادة، ذكر منها العبادة القلبية وتطرق إلى العبادة القلبية. والشيخ شادلي لك بقية فيما يتعلق بالعبادة القولية، ثم بعد ذلك ستحدث المستمعين عن العبادة المالية والبدنية. تفضل الشيخ شادلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نذكر بالعبادة القولية بسرعة، خذينا شهادتين وقراءة القرآن ثم الدعاء، وأفضله الدعاء ثم الذكر، أفضل ذكري هو الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسرعة نأتي إلى بقية عناصر العبادة القولية، منها التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم، في وهي أساس كل عمل يأتي به الإنسان. كذلك يمكننا هنا أن نستند إلى قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه من المسائل الهامة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كذلك من العبادة، لعل البعض منها منا ما يعتبرهاش من العبادة القولية. ثم القسم، أن يقسم الإنسان بالله جل وعلا وأن يستغيث به، هذان نوعان آخران من أنواع العبادة القولية التي لابد أن تكون على الإنسان جارية. تقريبا هذه كلها العبادة القولية. العنصر الثالث، طيب سي سيدي بعدين فضل سيدي العبادة القولية، انت مش تدخل العبادة البدنية ثم المالية او البدنية. نبدأ بالبدنية ان شاء الله. فما حاجات صغيرة ولا دقيقة برشا في العبادة القولية، هي الكلمة الطيبة. أكيد. يعني وقت اللي نحن نتحدث مثلا من أن العبادة بالمفهوم الشامل ما هيش يعني أذكار ودعاء وتسبيح وتحميد وتهليل، لا، هي كل ما يقوله المسلم المؤمن يرضي الله هو عبادة قولية. كلام يقول لأمه كلمة طيبة، لما يعني إفشاء السلام، إفشاء السلام يعني كلمة طيبة، مأمورين به أكيد، صحيح مأمورين به. وزيد العلاقة بين الناس، هو مش يجي أكثر بالتفصيل في العبادة التعاملية، لما نحسن الكلام مع الناس بالتحية بالإكرام بالبشاشة، حتى الصورة متاع وجهك، يعني في لقاءك في وجه أخيك صدقة، هذيك يعني تدخل في الجانب العبادة البدنية. ولكن في القولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تشوف حاجة يعني اللي هي ما هيشي حاول باش تصلحها، بيقولش لا أنا اش دخلني فيهم وذاك ما يعنينيش وذاك هو يعمل شنو اللي يحب يعمل. لا يا سيدي، فما مطلوب من المؤمن من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذه مرجعياتنا، هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه مرجعياتنا. صحيح التفصيل بيده وبلسانه وبقلبه فيه تفصيل كبير، لكن يكفي نحن أن الإنسان لما ينجم يعمل حاجة، يعني أحكي على القولية بلسانه باش يقول راه هذاك ما يكون شكيك وهذا راه ما يجيش وراه متعمل هكا تصل. احنا نحكي على العبادة القلبية القولية، تصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من أنه خلق لك لسان وعلمك الأسماء وعلمك كيفاش تستثمر اللسان متاعك هذاك لتحقق به رضاء الله سبحانه وتعالى. نمر للعنصر الموالي، هي العبادات البدنية. سيدي ذا مع شكر بارك الله فيك، العبادة البدنية هي السخريفة اللي أديها الإنسان بجسده وبجوارحه. أعظم العبادات شنية التي نحن مطالبون بها، وهي الصلاة إلى الله جل وعلا. والآيات التي تأمرنا بالصلاة هي عديدة ولا يمكن أن يحصيها، من بينها كذلك الركوع والسجود. والركوع والسجود هما أعظم ما في الصلاة، هاتان الحركتان اللتان يؤديهما الإنسان
فيهما تذلل وخضوع لله جل وعلا. وشوف سخريفة الحركتين هذو ما نشكون أدين الإنسان لله سبحانه وتعالى فقط لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لست مأمورا بأن تسجد له وأن ترك له. الحركتين هذو فيهما تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقال له واسجد واقترب، وأمر سيدة مريم فقال لها يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه كلها أمر للمؤمن بأن يسجد وأن يركع. عليش هنا فيها الحركتين هذوك فيهم خضوع لله، فيهم تذلل لرب العز جل وعلا، وفيها تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. كذلك من العبادات البدنية اللي نحن فيها سيدات اللي هي الصيام، اللي هو لابد أن يمسك فيه الإنسان عن المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من العبادات البدنية الحج والعمرة، والعبادة هذه نجم ندخلهم ومتشعبين وداخلين في بعضهم. الحج والعمرة صحيح فيها انفاق عبادة مالي، لكن الركن هذا اللي هو الحج وكذلك العمرة لابد أن تكون ببدنهم، مش ممكن إنسان أنه إلا أن يؤديهم ببدنه. كذلك طواف البيت العتيق هي عبادة بدنية، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف وداع إلى غير ذلك. ثم العبادات البدنية اللي نقوم بها يوميا، طلب العلم هو من العبادة البدنية، العمل الصالح من العبادة البدنية. عملك اليوم يا أخي المؤمن سواء كان ذلك في متجرك في مصنعك في عملك الطالب هذا هو تقريبا هذا من العبادات البدنية اللي يمكن أن الإنسان يتقرب بها الرب سبحانه وتعالى. معناها سيدي ذاك يقول لك أنا نبيع ونشري، معناها أنا قاعد أتعبد أكيد، فأنت في عبادة مع استحضار النية أكيد. هنا في إنسان لما يخرج البوب الأب يخرج الصباح باش يمشي يعني للعمل متاعه، طيب هذايا خاصة في رمضان وفي حتى في غير رمضان لما يستحضر النية في خروجه أنه يعني خارج لي ليحقق معنى الكفاف لأولاداته حتى يحفظ عرضه ويحفظ يعني أبناءه من الضياع، فيكون هذايا من أعلى درجات العبادة أكيد. وهو أعلى حتى مش يجينا العبادة بعد تالي المالية، الإنفاق اللي ينفق رجل لما يجتهد ويعمل وينفق على أبنائه يعني أعلى من الصدقة. صحيح، دينار ينفقه الرجل على عياله يعني أعلى من أن يتصدق به، أعلى من دينار يتصدق به، وهذا توجينا بعد تالي في العبادة المالية. فكما قلت خويا الشاهد لي كل ما هو فيه عمل مباح، ما هو مباح إذا اقترن بالنية يصبح عبادة لله سبحانه وتعالى. شوف محلاس سيدي ذلك كنت تذكر فيه أول ما ذكرنا نحن في العبادات القلبية ذكرنا النية، وشوف كيفاش توا باش تولي مربوطة كلها مع بعض. نعم، يعني النية هي أساس العمل. نعم، وتوا سيدي ذا احنا حذرنا مع بعضنا كيفاش يكون يومك كامل في رمضان عباد، يعني حتى في نومك عباد. هذه كله سنأتي إليه إن شاء الله، كيفاش نخرج العبادة من المسألة الشعائري اللي تكون في الجامع كي تصبح يوم كامل هو حياتك كاملة لله سبحانه وتعالى. بعد إذنك سخريفة نمر للعنصر الرابع والأخير اللي هو المالي. العبادة المالية. قبل ذلك إذا كان تسمح الشيخ الشادلي، ذكرت في العبادة البدنية الصلاة، وهي كما هو معروف وكما قلت أعظم كما ذكر من أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه. الصلاة هذه هي تحمل في الحقيقة نوعين اللي ذكرت، من القولية والبدنية، بدني. فيها قراءة، فيها ركوع، فيها تسبيح، فيها تشهد، فيها وكذلك. ثم ذكرت حتى أن المساجد أهمية الركوع والسجود. صحيح. سميت المساجد مسجد لأنه يقع فيه السجود. صحيح. ورب سبحانه وتعالى يقول أو أمر إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود والقائمين والركع السجود. فإذن الصلاة إن شاء الله ربما سنتطرق إليها في حلقات قادمة لما لها من الأهمية. وهذه العبادات بطبيعة الحال تشمل المسلم إذا أداها كان مؤديا لحق الله تعالى العبادة المالية. وربما الكثير يغفل عن هذه العبادة أو ليعرف حقيقتها، فكيف يعبد إذن المسلم ربه ماليا؟ العبادة المالية هي ما البعض يغفل عليها، أهمها قاعدة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، والزكاة المفروضة. وأكثر من 80 آية في القرآن قرنت الأختين. شنو ما الأختين؟ هما الصلاة والزكاة. ما يعني هذوما الأخوات اللي تسميهم هي الزكاة المفروضة، اللي هي إخراج جزء من المال بلغ نصابا ودفعه إلى مستحقيه. الزكاة هي ركن من الأركان، ما هيش تفضل من الإنسان، بل لها وقت محدد. وإحنا برشا وخيان في القرآن يتفق إخراج الزكاة متاعه مع شهر رمضان أو مع عيد الفطر إلى غير ذلك. ثم كذلك صدقة التطوع. لحظة سي شيخ، بعد إذنك، مدام نحن نحكيه على الزكاة لهنا في، وانت قلت برشا من الأخوان يتفق أن يخرج الزكاة في شهر رمضان، فما معنى يزم التنبيه ليه؟ لأن يعني فما بعض خيان كما ذكرت ما هوش يتفق النصاب متاعه، الحول متاعه، الحول متاعه هو لابد الأصل، لا النصاب، النصاب متاعه ما جاش في رمضان. إذا النصاب متاعه جاء مثلا في محرم، يقول لا أنا تو نستنى حتى لين يجي رمضان. لا يعطيك الصح، إذن يخرج هو في المحرم لأن نصابه صار في محرم، محرم من السنة القادمة اللي هو يعني دار عام، دار عام وجه الحول، يخرج في محرم، ميقعد يقول لا أنا الأفضل هو رمضان، هو أفضل نخرج أنا زكاتي في رمضان اللي هو الأفضل. هذا لا يستقيم، وهذا حاجة نصلحوها عند برشا عباد الموجودة. احنا قلنا إن اتفق يخرج في من رمضان لرمضان، وإلا من واحد محرم ولا واحد محرم يحب هو يعني يخرج حاجة أخرى في غير من غير الزكاة في رمضان. لو تدخل المسألة الثانية اللي ذكرتها اللي هي صدقة التطوع سريضة، هو بعد إذنك سيشيلي صدقة التطوع يعني يسبقها. نحن في 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 أنواع العبادات عملنا من الأهم إلى الأدنى، يعني من الأعلى إلى الأدنى. أعلى إلى الأدنى. نحن وكان نرجع نشوفه في مثلا القلبية، بدينا بالشهادتين ثم بعد تالي القرآن ثم بعد تالي الدعاء ثم بعد تالي الذكر ثم الكلمة الطيبة في القولية، في القولية هذه. في 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 المالية تبدأ بالركن اللي هو الزكاة، تبدأ بالركن يعطيك الصحة، تبدأ بالركن. بعد الركن يجي الواجب، اللي بعد الواجب، بعد الركن يجي الواجب اللي هو الإنفاق، ينفق على الأولاد، ينفق على أولاده، ينفق على أبوه وأمه، هذا واجب. بعد الإنفاق تجي صدقة التطوع أو جي مثلا الهدية أو جي أنواع أخرى اللي هي من المستحبات. صحيح. ولهذا الترتيب هذا يعني يجب يكون مراعى في العبادة. ما ينجمش إنسان مثلا يخلي الركن ويمشي للواجب، يخرج الصدق وينسى الزكاة. صحيح. يقول أنا هني 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 نعطي للفقراء. لا لا فقراء شنو؟ لا لا مضبوطة، راهو الزكاة وخيانة. صحيح، راهي مضبوطة. تفضل ومدقق مع شكر الزكاة على التدخل باش. طيب توضيح، تفضل. الزكاة كما قال سي رضا هي الركن لا يمكن الاستغناء عنه، ثم الإنفاق على الأهل والعيال داخل هنا سيدا، ثم بعد ذلك تأتي النوافل اللي هي صدقات التطوع. وإحنا هنا في شهر رمضان المعظم يعني من عاداتنا أن الإنسان نفسه تحن إلى إخراج صدقة التطوع، ومش مقصود بها لو صدقة التطوع كراو كان النقود كهو. تتذكر سي خليفة وسيدا، أنتم أكبر مني سن وقدر
موائد الافطار ما كانش موجود قبل، لكن كان العشاء يخرج. نعم موجوده سخليف. نعم اللي نسميه عشاء الموتى سليفا، واحنا فكرنا في اكثر من البنات. راهي هذه مساله لابد ان تبقى في حياتنا اليوميه. لو خيرا بالله ما فضلك ما تقوليش ماذا ماشي قرا راوك العشاء اللي يخرج قبل المغرب بنصف ساعه ويمشي لامي فلانه ولا يمشي لبيف فلان راه يقعد يستنى فيه. انا نقول الناس الذين لا يسالون الناس العافيه ماهيش مهنته التسول، لكن تعرفوا نعرفوهم السخريفه ونشوفوهم واحنا محتكين بالناس هذيك اللي يقعد سنه كامله ربما لا يذوق من اطيب الطعام. ثم حاجه صغيره هنا سي شادي بارك الله فيك، نحب نزيد ندخل مادام نحن نتفاهموا مع بعضنا. انت لما ذكرت العشاء هذايا فما بعض الناس يقول لك انا والله ما لقيتش كيما قلت انت تو ما لقيتش شكون نعطي. لا لا موجود مش صحيح. لا انا مش نعطي اسلوب باش نحيو بها هذه ما لقيتش شكون. كيفاش اسلوب؟ ينجم انسان عنده عشاء ماشي طيب انت ليلك ولوليداتك وزوجك الكل باهي، سواء الرجل الزوج او سواء المراه شنو يعملوا؟ يجيو الانسان في وضعيه فقيره بالضبط باهي، يقول له تجمش تجيني قبل المغرب نصف ساعة بالضبط ولا يلا نوصل هون. ربما ما عندوش يكون مش ما عندوش يكون مش واصل، ربما ما يبخل هو يبخل باش يوصل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لكن المحتاج باش ياخذ يجي يقول يجيني كل يوم، هز معون جيب المعون القديم وهز معون جديد، جيب المعون القديم هذا يعطيك الصح. يكون هذا بيسر ما فيش مشقة. صحيح مثلا هنا انك توصل انت افضل، لكن انت ما نجمتش ما تقطعش الخير. صحيح خلي هو يجيك وتعطيه معون جديد اليوم ويجيب لك نتاع البارح وهكذا يتعدى رمضان وحتى غير رمضان بالطريقه ذي. اكيد يعني نعمل طريقه عمليه. انا نحب ناكد على حاجه واحده، كلمه ما ثماش يا اخي موجودين رانا راهي كي تبحث راك تلقاهم. هذه نحب نركزوا عليها ونحب انا ماذا بيا واحنا نعرفوها المساله ذي. نحب نهرب انا ديما من حكايه الفلوس، خل نخرج فلوس ونرتاح. ليه انا نحب نخرج اطعام والنصوص الوارده في الاطعام راي هي افضل بكثير. نحاول نختم بسرعه. سامحني يا شيخ شاد، وخاصه اذا كان هالجاع هذا جهر للشخص اكيد جهر ولذا هنا واجب السخريف ولا واجب ما آمن من بات شبعان وجاره جاع. واجب مفروض عليك. نعم. هنا اللي قال لك وهو يعلم بطبيعه الحال اللي قال لك فطرني ولا اللي قال لك وكلني ولا شريلي هنا يصبح واجب مفروض فرض عليك انك تهزوا للمطعم انك تهزوا لدارك انك توكلوا هنا يولي واجب. نعم. نختم بالنقطه الاخيره فضل. اللي هي الذبح عباده عظيمه يتقرب بها المسلم، سواء كانت الذبح سواء كانت اضحيه واللي تكون في العيد الكبير، سواء كانت هدي اللي قدمه الحاج، كذلك العقيقة هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني تكون في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كذلك ذبح القرابين تقربا لله. هذه كلها تقريبا من العبادات حاولت أن أختصرها مع الشكر. بارك الله فيك سخريف. بارك الله فيك الشيخ الشادلي والشيخ رضا. شكرا على هذه التوضيحات والبيانات، نسأل الله تعالى قد نفع بها الإخوة المستمعين. إذن تطرقنا في هذه الحلقة أولا إلى مفهوم العبادة، وكان الشيخ رضا قد أوضح ذلك وبينها ما معنى العبادة وما هو مفهومها، وخاصة أنه حث الإخوة المستمعين والمسلمين من يستمع إلينا على كيفية استقبال هذا الشهر ومحبة المسلم لهذا الشهر لما فيه من خير كثير. الشيخ الشادلي وكذلك الشيخ رضا على هذه التوضيحات، راجين من الله تعالى أن ينفع المستمعين بما قدمتماه من توضيحات وبيانات فيما يتعلق بالعبادة. وكان الشيخ رضا قد تحدث عن مفهوم العبادة وبين للمستمعين ما لهذا الشهر العظيم من خير
ومن فضل يتكرم به الله تعالى على عباده الصائمين. ولذلك ترى المسلم يفرح بقدوم شهر رمضان ويسعى في المزيد من العمل الصالح فيه حتى يسعد برضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك تناول الكلمة الشيخ الشاذلي العزعوزي وبين معنى أنواع العبادة، وقد قسمها إلى 4 أقسام، اللي هي عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة بدنية ومالية. بدنية وعبادة مالية. وبين أن لكل عبادة هناك أعلاها وأهمها، فالعبادة القلبية أهمها الشهادتان والإيمان بالله تعالى، والعبادة القولية أهمها هي العبادة القولية عفوا أهمها الشهادتان، العبادة القلبية أهمها الإيمان والإخلاص، نعم، لله تعالى. والعبادة البدنية أهمها الصلاة، فيها تلك الركوع والسجود، وما للركوع والسجود من فضل عظيم وتذلل وخضوع إلى الله تعالى. ثم تطرق إلى العبادة المالية. فبارك الله فيكم ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، نسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يبارك لكل من أعان على إنجازه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.